سكيل لاب 15 واللي بنكمل فيه الانتستاينال بروتوزوا. عاوز اعرف ازاي افرق ما بين الابيثيليال سيلز والتروفوزويت بتاع الانتاميبا هيستولوتيكا. زي ما قلنا قبل كده التروفوزويت ستيج بيكون عندها سنجل نيوكليس، ده غير انها بتكون ايريجولار ان شيب، وده بسبب السودوبوديا او الارجل الكاذبه اللي بتتحرك بيها. الانتاميبا في الاخر من الباثوجنز اللي بتعمل ديزنتري، والديزنتري او الديزنتاريا يعني وجود البص والار بي سيز والميوكس في الاستول. فاثناء تحركنا للفيلد بيظهر عندنا تاني تروفوزويت ستيج. ودلوقتي نبدأ مع الابيثيليال سيلز عشان نعرف الفرق بينهم. بتتميز الابيثيليال سيلز بأوفل اند لارج نيوكليس، نواة ضخمة جدا بتلفت نظرنا في أثناء تحليك الفيلد. الابيثيليال سيلز اللي بتظهر في الاستور بتكون كولامنر ابيثيليال سيلز، واللي كانت في يوم من الأيام مترصصها كده جنب بعضها على جدار الأمعاء علشان تقوم بالمهام بتاعتها في امتصاص الأكل. وده منظر بيوضح لنا الابيثيليال سيلز على تكبير العشرة، واللي بيوضح لنا حجمها البارز الكبير. وبكده نبقى وصلنا لنهاية النص بتاعتنا. أشوفكم على خير.